بما اننا النهارده في حلقه الويكند، يعني لمه العيله، لمه الصحاب والقعده الحلوه وكمان الاكله الحلوه. انا النهارده الشيف نهى، وحبيت اعمل لكم حاجه حلوه ممكن تاكلوها مع اصحابكم. يا سلام بقى لو تاكلوها ومعاها كوبايه شاي بلبن، كوبايه قهوه بلبن، يعني شوفي انت ومزاجك بقى. حلو قوي. قولي لنا بقى يا شيف نهى، ايه المقادير بتاعتك؟ بصي بقى، اولا لازم تساليني سؤال، ايه اللي فكرك بالباستا فلور؟ ايه اللي فكرك بالباستا فلور؟ اللي فكرني بالباستا فلورا ان انا لقيت كراسه كده قديمه في وسط الحاجات فيها بتاعت جدتي فيها الوصف. اوكي. فعارفه لما ترجعي كده بالزمن لورا بس وتفتكري. ما تقوليش انها اول مره تعمليها. لا مش اول مره اعملها. اوكي. فبس عملتها في البيت امبارح وقررت ان انا لازم ادوقكم ويعني اي شير معاكم. حلو جدا. الاكله الحلوه دي. بس فحسيت ان انا كده ايه، عايزه اقول للساده المشاهدين، قول للزمان ارجع يا زمان. طب قولي لي بقى، رجع بيكوا زمان امبارح وانت بتاكليها، قعدتوا في البلكونه كوبايه الشاي والاجواء النوستالجيه بخيبه. الكذب خيبه. طيب خليني اقول لكم كده سريعا المكونات بتاعتها، كلها مكونات بسيطه جدا. هيبقى معانا بيضتين اهم، نحطهم في الخلاط. نحطهم في، وعايزه اقول لك على حاجه، ان انا امبارح عملتها عجنتها بايديا وعليهم طبعا فانيليا. اوكي. قد ايه؟ قد ايه فانيليا؟ يا دوبك رشه فانيليا يعني. اوكي. اوكي. هنضرب البيض مع الفانيليا، وبعدين معاها سكر، معاها معاها زبده، نص كوبايه زبده. اوكي. اهي. ويفضل طبعا ان الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. والمقادير اهي واضحه قدامكم على الشاشه. كل دي زبده؟ كل دي زبده. ليه كده؟ انا كريمه. بس ممكن نعملها بزبده اقل ولا لا؟ ولا تغير؟ لا مش هت مش هتدي الطعم. لا مش هتديكي نفس الطعم. اوكي. اوكي تمام. فادي ايه الزبده. أوكي. والبيض، وبعدين هنحط سكر باودر عباره عن نص كوبايه، يبقى نص كوبايه زبده نص كوبايه سكر باودر والفانيليا والبيض. والفانيليا والبيض. وكله يخلط مع بعض. كله يتخلط مع بعض. اوكي. سهله لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي سهله. تمام. وبعدين هنوقف العجينه شويه. الدقيق بقى. الدقيق بقى. قد ايه دقيق؟ كوبايتين دقيق. يعني احنا عندنا تاني بيضتين عليهم فانيليا، معاهم نص كوبايه زبده، نص كوبايه سكر باودر، وبعدين هنحط كوبايتين من الدقيق. ادي ايه، خليني احط جزء كده، انا بحب دايما كله يبقى. ما بتحطيهوش كله واحدة مره واحده؟ لا افضل. أوكي. يبقى واحده واحده، عارفه بحس ان هو ايه يتخلط احسن كويس. تمام. واللي ما كتبش يكتب بقى، اهي المقادير قدامكم على الشاشه. انت عارفه يا جاسي لما بقول كده ابني يقول لي ايه، يا مامي معظم الناس ما بيكتبوش. أيوة. معظم الناس في كاميرات على التليفونات بالزبط بتاعتهم فصوروها. انا بما ان انا يعني جايبه حاجه قديمه كده وان انا على قديمه، فبقول لكم اكتبوا كده. انت حطيتي النص الثاني من الدقيق. حطيت النص الثاني من الدقيق ونشغل العجانه. اوكي. في ناس ممكن تحط او ما تحطش بيكنج باودر. انا بحب احط اهو معلقتين بيكنج باودر. اوكي. بس خلاص سهل قوي. شفتي ما فيش اسهل من كده. الخلطه بتاعتها ابتدت ايه سهوله تلم. سهله جدا، عشان كده انا اخترت ان انا اعملها لكم النهارده من كتر ما هي سهله وبسيطه. وبعدين وما بتاخدش وقت. عايز حاجات سريعه بالظبط. وبعدين ميزه بقى الباستا فلورا انك انت ممكن ايه تقطعيها وتحطيها في علبه وتاخديها معاكي بقى مثلا اي حته انت رايحاها. مش هتوسخ الدنيا، مش يعني ما تسحش ما تفرولش. ما تسحش بالظبط كده. انت عارفه هي اصلها من فين؟ لا قولي بقى. انا قريت او حاولت كده يعني استكشف هي اصلها من فين. في ناس قالت لك ان هي اصلها إيطالي. في ناس تانية قالت لك ان اصلها يوناني. في ناس ثالثه قالت ان هي اصلها من جنوب امريكا، امريكا اللاتينيه. وفي ناس بقى افتت، والله اعلم ده صحيح ولا لا، قالت ان هي قدماء المصريين كانوا بيعملوا حاجه مماثله ليها، بس طبعا مش بالظبط كده، ولكن مماثله ليها. كانوا برضو بيستخدموا البيض وكانوا برضو بيستخدموا الدقيق، بس كانوا بقى بيكوروه، بيعملوه كور كده ويحطوه في الشمس، ويبقى حاجه مماثله للي انت عملتيها بقى النهارده. اوكي. طيب دي حاجه معلومه مهمه جدا. معلومه جديده والله. بصي كل اللي لما بسمع حاجات قدماء المصريين كانوا بيعملوها ببقى عندي حاله من الانبهار، يعني بجد بجد ببقى مبهوره
بكل اللي هم عملوه وكل الـ الـ الحاجات اللي بيعملوها دي، بحس ان قد ايه هم كانوا متقدمين رغم ان ده من الاف السنين. صحيح. لكن قد ايه كانوا متقدمين يعني، بصراحه ببقى مبهوره بيهم. انت بقى عماله دلوقتي بتعمليها بتعجنيها مع بعض؟ بعجنها مع بعض. أوكي. مع ان هي تعجنت لازم تاخد قوام معين؟ لا لا، بصي هقسمها اتنين. ليه بقى؟ عشان ليه؟ تدينا الشكل الحلو اللي هو بقى التزيين بتاعه. بالزبط. على الوش بالظبط كده. وادي بقيه العجينه، وبعدين بتعمليها بايديكي، مش محتاجه نشابه، مش محتاجه اي حاجه يعني، بجد بجد مفيش اسهل من كده. سهله جدا جدا. وهتشوفي طعمها هيبقى تحفه، والمقادير موجوده عندنا كلنا في البيت. بالظبط، مفيش اي حاجه زياده، حاجات عندنا سهله. وبعدين ممكن بقى ان احنا الحشو اللي هو بالمربى ده نحط اي نوع مربى يعني، احنا بنحب مربى الفراوله يحط، اللي يحب مربى التين يحط، اللي بيحب الشوكولاته انا كنت بقول لك بالشوكليت ممكن تبقى حلوه برضه. ممكن طبعا تبقى تحفه. بالظبط. مريم زميلتك ممكن طبعا تبقى خطيره. ده انا بعمل تورته بلح بقى المره الجايه تعملها. ما حصلتش. انا بعشق تورته البلح دي. ما حصلتش. وعايزه اقول لك وبرده ما بتاخدش وقت خالص وتجنن. الحاجات تجنن. السريعه دي بتبقى عمليه. انا بقى احب الحاجات السهله السهله ان الناس تتعلمها. بالزبط. وتنفذها على طول في البيت. بالظبط كده. انا شايفه ان انت على الجناب عماله بتطلع وبطلعها لبره، علشان اولا العجينه هتنفش شويه لان احنا حطينا فيها بيكنج باودر. لو ما حطيناش مش هتنفش، بس هي الوصفه كده، مش بحب افتي قوي. وبعدين انا مطلعه من الجناب عشان عايزه اساوي الحروف بعد كده. عشان احب برضه انا بحب الحروف المقرمشه. طبعا. احلى حاجه. احلى حاجه. انت برضو يعني عايزه اقول لكم، هي اي نعم رفيعه وكده ولكن هي بتحب الاكل وبتستطعم الاكل الحلو. مش اي اكل. ايوه صح. بس انت بتقدري الاكل الحلو جدا. طبعا طبعا الاكل ده نعمه من نعم ربنا. طبعا. يعني وبعدين لما يبقى معمول حلو وشكله حلو يقول لك العين بتاكل قبل البطن. اكيد. لا انا عايزه اقول لك برضو على حاجه تانية يا جاسي، ان انا شايفه ان اسعار الحلويات اصبح مبالغ فيها شويه. مبالغ فيها جدا. فالوصفه زي دي او تورته زي دي ممكن جدا ان احنا لما نروح نزور حد نعملها وناخدها معانا. طبعا. انت عارفه حاجه يا نهى، برضو الناس هتقدر جدا ان انت اخدتي من وقتك. أكيد. ومجهودك وعملتيها بايديكي. اكيد. واخدها لهم عن تاخدي لهم تورته جاهزه او اي حاجه جاهزه. بالظبط كده. من المحل. بالظبط. فدي برضو ايه، هتبقى ميزه وحاجه لطيفه جدا، وزي ما انت قلتي الناس فعلا هتقدرها. هتقدر طبعا. حلو قوي. سهل سهل سهل. انا احب الحاجات السهله. فرشت كده العجينه. فرشت كده بقى العجينه. طبعا لازم الفرن بتاعنا يكون سخن من قبلها. اوكي. بنسخنه على كام بقى؟ انا بحب الفرن الوسط اللي هو 180. اوكي. يعني عاده. وطبعا لازم نحطها في الرف الفوقاني يعني او في النص عشان ما تتحرقش. عشان ما تتحرقش وتتلسع مننا. اهو قربنا وبنسيبها تقريبا وقت قد ايه؟ نوع اقل من نص ساعه يعني. بس. احنا قبل ما الحلقه تخلص هنكون قاعدين بناكل الباستا فلورا مع ضيفتنا اللي هتكون منورانا النهارده، اللي هتدوقها كرم بيت السفيره عليا وحياه عينيا. انا كده خلاص فرشت العجينه، وزي ما انتم شايفين ان انا اخدت نص او ثلاث ارباع العجينه. مش كلها، علشان انا الجزء هزينها من فوق. بالظبط كده. اوكي. دلوقتي هتحطي ايه؟ المربى بقى. دلوقتي هحط المربى. انا بقى بحب المربى كتير شويه. معلش. استني الحته دي ناقصه شويه. اهو. بحاولت على قد ما اقدر انها كلها تبقى نفس متساويه. متساويه بالظبط. اوكي. الارضيه بتاعتها تبقى متساويه. السمك يعني بنتكلم على السمك. اهدي. بتفرشي بقى المربى كلها. بفرش المربى كلها. هو برطمان المربى. بصي ما تحاوليش انك انت تقللي يعني تشيلي شويه هنا شويه هنا. لا، هو البرطمان زي ما هو كده ويتحط وايه وبألف هنا وشفا. وما بتاخدش وقت كتير في الفرن زي ما قلت لك، يعني حوالي نص ساعه. وبتكون ايه جاهزه. واللي بيحب ياكلها بقى وهي طالعه من الفرن كده سخنه ومقرمشه ويا. بس عايزه اقول لك على حاجه، ان حتى لو اكلتيها وهي بارده يعني انا الصبح برضه تبقى حلوه. تبقى حلوه بيها. جدا. ممكن انا الصبح النهارده وانا بفطر طبعا لازم احلي، انت عارفه انا والحلو، فاخدت حته لان بقول لك امبارح عملتها في البيت واستمتعت بيها جدا.
وممكن على فكره تفضل كذا يوم ومش لازم تتحط في التلاجة. ممكن الواحد كمان يعمل نص ونص، يعني اللي ما بيحبش مثلا مربة المشمش ممكن يعمل نص مربة مشمش والنص التاني مربة فراولة، واللي بالزبط. عايز ياخد حتة من دي ياخده، يعني مش شرط انها تبقى كلها نوع واحد مربى على فكرة. بالظبط. طيب هزينها، بس ايه انا بقى زهقت من ده، وبما ان هم ابتدوا يقولوا لي يلا انجزي يا نهى فقررت ان انا انجز واعملها ايه كده. طبعا زي ما جاسي كانت بتقول ان حلو قوي ان احنا ناكل حاجه شكلها حلو، صح؟ فانا هعملها هزينها دلوقتي اهو كده، واعتقد خطوط، خطوط متساويه بالظبط. وده اللي بيميز دايما الباستا فلورا. انا بحس عارفه اللي هي شكل الكاروهات ده بيديها الحقيقه شكل جميل جدا جدا جدا. مريم زميلتنا في الاعداد قالت لي على حاجه كمان لذيذه قوي. ايه بقى؟ قالت لي ان مامتها بتشيل بقيه العجينه ده في الفريزر وبتبشرها من فوق. الله، فكره حلوه. فكره دي حلوه جدا 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 فعلا، ممكن تبقى حلوه، تبقى عامله زي الكرمز كده. يعني بالظبط، الفتافيت. فتافيت بالظبط، فهتبقى برضو ايه شكلها لطيف. حلو قوي. استني لحسن انا ايه باينني لخبطت الدنيا. لا لا معلش، شكلها طالع شكله. طيب حلو. الحمد لله. حلو قوي. قربنا ما تقلقوش. النتيجة النهائية شكلها هيكون حلو. يا ترى بقى هنجح ولا مش هنجح؟ هي جاسي اللي هتقرر النهارده بعد ما تاكل. ده سؤال الحلقة النهارده. ده سؤال الحلقة، ويا ريت يا ريت يا ريت تجربوها. ضيفتنا النهارده هي اللي تقرر. ضيفتنا النهارده هي اللي هتكون الحكم. بس في مشكلة. ايه بقى؟ ان هي لو قالت انها مش حلوة انا هقول لها برضو اي حاجة، يعني لازم اخترع حاجة اعترض على حاجة بقى. لا لا، انا واثقة انها هتطلع حلوة. يا رب ان شاء الله تطلع حلوة وتعجبكم، ويا ريت تجربوها وتقولوا لنا رأيكم فيها ايه، لان والله والله يعني صدقوني الوصفة دي ما بتخيبش عادة عادة عادة. وبعدين بعد كده بقى الخطوط هتعمليها بالعرض، بالعرض يعني تبقى خطوط عرضية وطولية، صح؟ بالظبط. ونسيبها في الفرن نص ساعة. نص ساعة، ممكن أقل شوية حسب بقى الفرن. يعني تقريبا بتبقى نص ساعة. هي لازم تبقى بالورب كده، صح؟ مش عشان كأنهم يبقوا شكلهم يبقوا سامبوكسات. بالظبط. قربنا قربنا قربنا، بس بصي ما خدتش وقت خالص خالص، حقيقي ما أخدتش وقت. أول مرة، فاكرة أول مرة عملتيها كان إمتى؟ أول مرة عملتها لا تصوري مش فاكرة، مش فاكرة، يمكن مثلا إيه والولاد صغيرين. يعني بصي عملتها زمان وبعدين بطلت أعملها، وبعدين بقولك لما لقيت الكراسة دي رجعت أعملها تاني، فأخدت مني وقت كده إن أنا أرجع أستعيد ذكريات الماضي. يعني قربنا قربنا خلاص. سريع، انت عايزه واحده كمان وخلاص، صح؟ لا بتهيألي كفايه كده. اوكي، شكلها حلو عشان الوقت بس مش عشان حاجه. شكلها حلو، شكلها حلو جدا. بعد كده بقى نحطها في الفرن، وبعد على 180 كده هندخلها الفرن. بالظبط كده. اوكي اهي، يلا بينا. عشان ايه اهو، حلو قوي، شكلها رائع. يا رب يطلع طعمها حلو. اهي بصوا، حلو قوي مش كده؟ نحطها في الفرن بقى، يلا بينا. ونطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع حضراتكم نرحب بضيفتنا، وفي النهاية ندوق من ايدينها.